ويقول: كيف يعرف المسلم أنه حسن الظن بالله أو سيء الظن بالله؟ يعرف ذلك من سيرته، من سيرته واعتقاده في قلبه. إذا كان يحسن الظن بالله، يعمل الأعمال الصالحة ويدعو الله، فهذا دليل على حسن ظنه بالله. وإذا كان لا يدعو الله ولا يعمل الأعمال الصالحة، فهذا دليل على سوء ظنه بالله عز وجل. دليل على حسن الظن العمل والنية التي في القلب.